السلام عليكم. كاين بزاف ديال الشباب والشابات اللي باغيين يدفعوا للتكوين المهني وعندهم تخوف كبير من اللغه الفرنسيه، يعني كلشي كيسول على اللغه الفرنسيه، واش الفرنسيه صعيبه، واش الا ما كانش كنعرف الفرنسي غادي ما غاديش ندير والو، يعني ما غاديش ننجح، واش داكشي صعيب. واش هنا غادي نجاوب على السؤال. مرحبا بكم. بالنسبه للناس اللي عندهم تخوف من اللغه الفرنسيه، نبداو يعني بواحد النقطه اللي مهمه اللي غادي نحلوا فيها يعني هذا المشكل اللي عندكم وهذا التخوف. بالنسبه للناس اللي كيتعلموا اللغه او باغيين يفهموا اللغه وباغي يعرفوا شنو كيتقال، الناس الاذكياء كياخذوا واحد الكلمه في الجمله وكيفهموا السياق ديالها. يعني هنا انت ملي غادي تدخل دير هذا الدبلوم هذا، او بطبيعه الحال غادي يكون عندك واحد الماده غادي تقرا اللي هي اللغه الفرنسيه، لا كومونيكاسيون بروفيسيونيل. مزيان، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، انت كيكون عندك واحد الدفتر خاصك ديرو، يكون صغير، مذكره صغيره تدير فيه الفوكابولير ديالك، دونك كتاخذ لي مو تكنيك اللي غادي تستعمل بزاف واللي غادي تفهمهم واللي غادي انت تبقى تميتريزي. دونك الفرنسي هو عباره عن كتميتريزي الكلمات، والحاجه اللي ما عرفتيهاش بالفرنسي راه كدوزها بالعربيه شويه بشويه، تتولي كتسبيكي يعني كتهضر بالفرنسي بطلاقه. مزيان، هنا لي مو تكنيك راهم ضروريين غادي تاخذهم. بالنسبه للفرنسي راه ماشي عائق، راه الفرنسي راه ساهل ساهل ساهل. اليوم كتسمع اونتربريز غدا، اونتربريز بعد غدا، اونتربريز صافي، اونتربريز راه حفظتيها شنو اش كتعني. صافي، لامورتيسمون اليوم كتسمع لامورتيسمون، غدا لامورتيسمون، بعد غدا لامورتيسمون، صافي راه فهمتي انت لامورتيسمون. لا ديميسيون، لا ديميسيون، لا ديميسيون، صافي فهمتي لا ديميسيون. وهكا غادية، يعني كتبقى تاخذ فوكابولير ديالك وكتبقى تميتريزي. السلام عليكم، عفاك استاذ، بالنسبه لونتربريز كيفاش غنديروا؟ هكا كتبقى تميتريزي وكتعاون في الدار، راه ساهله، راه ما نقولوش زعما الفرنسي صعيبه، راه كلشي كيبقى يشرح لهم الفرنسي. الشرح كيكون بالعربيه كيمشي معكم الاستاذ دقه دقه، وبالنسبه للنص راه كديروا بالفرنسي، كتكتب كامل داكشي بالفرنسي، وفي نفس الوقت راه كامل داكشي كيتبسط. راه بالنسبه للشرح وبالنسبه للمصطلحات وبالنسبه للتعاريف وداكشي راه كيكون بالفرنسي، وراه بسيط فقط غادي تحفظو وراه سهل. يعني بالنسبه للغه الفرنسيه راه ماشي عارف، الشرح كيكون بالعربيه وفي نفس الوقت كيعاونوكم باش يبقاو يشرحوا لكم بالفرنسي، وبشويه بشويه حتى تولي عندك داكشي ساهل وباين. قضية تاع الفرنسي نساوها، حيدوها من بالكم. اللي عنده شي حاجه يخليها في التعليق. تحياتي لكم.